ازيكم سنة رابعة. النهاردة هناخد الدرس الاول في الوحدة التانية، النمو السكاني في مصر. يعني ايه نمو سكاني؟ كلمة نمو يعني زيادة، زيادة عدد السكان. طب عرفنا الكلام ده ازاي؟ عرفنا من خلال حاجة اسمها التعداد السكاني. يعني تعداد سكاني يعني عدد السكان. الدولة بتعمل حصر كل كذا سنة بنعرف بيها عدد السكان وصل كام، بتعمل الحصر ده كل 10 سنين. يبقى التعداد السكاني هو قيام الدولة بحصر عدد سكانها مرة كل عدة سنوات، وقلنا كل 10 سنوات، من حيث بتعرف من خلاله الأعداد وتركيب السكان سواء في السن أو النوع أو المهنة أو التعليم أو غيرها. بتعمل التعداد ده علشان نعرف احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والمصانع وأي خدمات تاني، وفي نفس الوقت بتعرف تتنبأ أو التنبؤ بأعداد السكان في المستقبل علشان تخطط ليه، وده بنسميه أهمية التعداد السكاني. من خلال الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي إن عدد السكان سنة 82 7 مليون نسمة، أما في 2006 وصل ل 73 مليون نسمة. لو لاحظنا ان من سنة 82 ل 2006 لو طرحنا عدد السكان هنلاقيه وصل 66 مليون نسمة، وده دليل على ان النمو السكاني في مصر مرتفع. طب ايه سبب ارتفاع النمو السكاني ده؟ سببه ارتفاع المواليد، عدد المواليد، وانخفاض عدد الوفيات. يعني ايه؟ يعني الاطفال اللي بيتولدوا كل سنة عددهم كبير، اما الوفيات الناس اللي بتتوفى من كبار السن عددهم قليل. عرفنا ازاي كده؟ ان لما طرحنا عدد المواليد ناقص عدد الوفيات. ازاي؟ يعني انا مثلا بيتولد كل سنة 6 مليون طفل والوفيات 2 مليون شخص. لو طرحنا 5 6 من 2 هنلاقيهم 4 مليون. دي بنسميها الطرح اللي عملناه ده بنسميه الزيادة الطبيعية. يبقى يعني زيادة طبيعية يعني الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طب عدد السكان اللي بيزيد ده واحد في كل المحافظات ولا بيختلف من محافظة للتاني؟ اكيد بيختلف من محافظة للتانية بسبب لسه قايلين من شوية ارتفاع الزيادة الطبيعية. وايه تاني؟ مثلا في ناس بتسافر تروح تشتغل في محافظة فيها خدمات، بنسميها ايه الانتقال ده؟ بنسميه حاجة اسمها الهجرة، وده عامل تاني بيساعد على النمو السكاني. يبقى انا عندي الهجرة هي انتقال الافراد من مكان لاخر، وبنسميه زيادة غير طبيعية. قلنا ان الشخص ممكن يسافر لمحافظة تاني علشان فيها خدمات أحسن، ودي بنسميها هجرة داخلية. أما الإنسان لما يخرج خارج حدود الدولة دي بنسميها هجرة خارجية. يبقى في فرق بين الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية. الهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد داخل حدود الدولة زي انتقال من القرية للمدينة، أما الهجرة الخارجية فهي انتقال الأفراد خارج حدود الدولة زي انتقال المصريين إلى دول الخليج. يبقى نستنتج من الكلام ده إيه؟ إن أسباب الهجرة البحث عن فرص عمل، نمرة 2 تحقيق مستوى معيشي أفضل، نمرة 3 التعليم. عندي في مصر بقى محافظات طاردة للسكان ومحافظات جاذبة للسكان. المحافظات الطاردة اللي هي بيخرج منها بعض سكان زي مثلا محافظات الصعيد والدلتا، وده لفقر الخدمات اللي فيها. أما المحافظات الجاذبة للسكان هي المحافظات المستقبلة للسكان من المحافظات الأخرى لتوفر الخدمات فيها زي القاهرة والإسكندرية. وبكده خلصت حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، وبالنجاح والتوفيق.